بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي وجيناتي. النهاردة نبدأ نتكلم عن أول حاجة هنتكلم عليها هي الاستراكشر أو الجنرال استراكشر أوف زي. قبل ما نتكلم عن الجنرال استراكشر أوف زي بون، عايزين نشوف لو عندنا الخلية اللي اسمها الأندفرنشيتد ميزينكايمال سيل دي. والخلية دي قلت لكم قبل كده في الكارتاجينية خلية معجزة، تحطها في أي بيئة تتحول إلى سيل لاين، والسيل لاين في البيئة الأولانية مختلف عن البيئة الثانية. تعالوا نحط الخلية دي النهاردة البيئة اللي بيها تتحول إلى أوستيوبروجينيتور سيل. يبقى لو أنا حطيت الخلية دي في الطبق ده وحطيت لها الفاكتورز دي، بعد ما يحصل لها بروليفريشن هتتحول إلى أوستيوبروجينيتور سيل. هذه الأوستيوبروجينيتور سيل بعد شوية هتتحول إلى أوستيوبلاست. الأوستيوبلاست هتبدأ تفرز في الميديا اللي حواليها كولاجين فايبر، وبعدين جراوند سبستنس، والكالين فوسفاتيز انزيم. هذا الالكالين فوسفاتيز انزيم هيعمل بريسيبيتيشن للكالسيوم. لما الكالسيوم بريسيبيتيتس في البيئه دي او في الماتريكس دي، هتبقى كالسيفايد ماتريكس. تبدا النيوتريشن اللي واصله لخليه الاوستيوبلاست دي تقل. الخليه هتموت؟ لا، مش هتموت ولا حاجه. ليه؟ لان هي هتبدا تعمل نفسها ممرات داخل هذه الهارد ماتريكس ونسميها كاناليكيولاي. هذه الكاليكيولاي بيمشي فيها زي ما احنا شايفين كده سيل بروسيسز. طبعا السيل بروسيسز اكشوالي بتبقى فيري ثين اند فيري نيومرس. يبقى دي اسمها سيل بروسيسز. شايفين الخليه بدات تعمل هنا اوبننج عشان توصل للنيوتريشن اللي انا حاططها. يبقى اذا الخليه دي ما عادش اسمها اوستيوبلاست، امال اسمها ايه؟ بقى اسمها اوستيوسايت. يبقى ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ ان الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل دي في وجود فاكتورز معينه تحولت الى اوستيوبروجينيتور سيل. هذه الاوستيوبروجينيتور سيل تحولت الى اوستيوبلاست. اوستيوبلاست مع نقص النيوتريشن تحولت الى ماتيور اوستيوسايت. طيب يبقى انا ايه اللي قدامي دلوقتي؟ ماتريكس اللي هي عباره عن كولاجين فايبر زي ما احنا شايفين، ومعاها جراوند سبستانس، وجواه لاير واحده من السيلز. دي بسميها ايه؟ بسميها بون لاميلا. وهو البون ايه غير شويه بون لاميلا فوق بعضها؟ يبقى اذا البون ما هو الا مجموعه من البون لاميلا. كل بون لاميلا عباره عن ايه؟ عباره عن لاير من الاوستيوسايت معاها الكولاجين فايبر اللي هي عاملاها والماتريكس اللي هي مصنعها. دي بسميها بون لاميل. البون مجموعه من البون لاميل اللي فوق بعضها بتاخد اشكال مختلفه. يبقى عرفنا ايه فكره البون. لكن طبعا احنا مش خافي علينا ان هذه الاوستيوسايت عايشه جوه فراغ داخل هذه البون لاميل، وطالع منها بروسيسز ماشيه جوه فراغات داخل هذه البون لاميل. الاولانيه بسميها لاكونه، والثانيه بسميها كاناليكولا. طبعا احنا مش غايب علينا يعني ايه كونكتيف تشو. كونكتيف تشو هو مجموعه من السيلز والفايبرز والجراوند سبستنس عايشه مع بعضها. دي بسميها كونكتيف تشو. كونكتيف تشو بتعمل كونكشن للستراكشرز المختلف، فبسميه النسيج الضام، بيضم الستراكشرز مع بعضها. في عندنا تو تايبز اوف كونكتيف تشو زي ما احنا شايفين على السكرين. في كونكتيف تشو بروبر، وفي سبيشال تايب اوف كونكتيف تشو. في محاضرة الكونكتيف تيشو بروبر قسمناه للوز ودنس وعرفنا الحدودة كلها، لكن النهاردة تعال نشوف يعني ايه سبيشال تايب اوف كونكتيف، او ايه هي انواع السبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده الماتريكس بتاعته بتبقى جيلي ماتريكس. لو المية فيها زيرت هتبقى بلاد. لو حطيتها على النار شوية هتنشف وتبقى رابري ونسميها كارتريج. لو نسيتها على النار هتنشف قوي ونسميها بو. دي انواع الكونكتيف تيشو. يبقى البون سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو. يعني ايه برضه؟ يعني بيتكون من سيلز وفايبرز وماتريكس. عشان كده لما اشوف الاستراكشر بتاعه الاقي فعلا سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو بيتكون من سيلز وفايبرز وجراوند سبستنس. الفايبرز والجراوند سبستنس الاثنين مع بعض بسميهم ماتريكس. ما يميز البون ان الماتريكس فيه هارد ماتريكس، والهاردنس هنا مش زي ما قلت لكم على مره لحاجه، الهاردنس هنا سببه وجود الكالسيوم والفوسفرس. يبقى ايه اللي بيخلي لي الماتريكس هارد؟ وجود الكالسيوم ووجود الفوسفرس. طيب السيلز بتاعتي دي اللي سميناها في التجربه بتاعتنا اوستيوسايت، هل تقدر تعيش جوه الماتريكس دي؟ اه بتقدر تعيش جوه الماتريكس دي لو عرفت تعمل لنفسها فراغات، لان السيل لازم تعيش في ايكوس
ميديوم، علشان كده تعمل نسميها لنفسها فراغات ونسميها لاكوني. طب هل البون زي الكارتريج افاسكولا؟ لا، ده عكس الكارتريج تماما. لو ما ان الكارتريج بتاعنا افاسكولار اورجان، لا البون هايلي فاسكولار اورجان. عايزك تبقى عارف ان الكارتريج والبون دايما في دايناميك ستيت. يعني ايه في دايناميك ستيت؟ يعني في دايما الاحلال، فهو دايما دايناميك تشو، ما هوش هو العظميه الناشفه الميته اللي في ايدك وانت في المشرحه، لا مش هو ده البون. البون بتاعنا ان دايناميك ستيت. هذه الدايناميك ستيت بتخلينا نقول ان البون بتاعنا لو اتعرض لبريشر هيؤدي الى ريزوربشن، هيبقى هيحصل فيه فحره. لو بقى عليه تنشن هيؤدي الى ايه؟ الى نيو بون فورميشن. والحكايه دي بيستغلوها بتوع الاسنان. بتوع الاسنان لو انا عندي في تشوه في فك من الفكين هيعمل ايه؟ هيضغط من ناحيه ويشد من الناحيه الثانيه. لما يضغط هيحصل بون ريزوربشن، لما يشد هيحصل بون ديفلوبمنت. يبقى بيضغط كده ويشد كده يقوم يحصل كوركشن للمال اوكلوجن، وبالتالي زي ما احنا كاتبين صاحبنا هيعرف يبتسم ابتسامته المعقول. طيب ايه الفانكشن بتاعت البون ان جنرال؟ الفانكشن بتاعت البون ان جنرال حاجه من الاثنين، يا اما ميكانيكال فانكشن يا اما ميتابوليك فانكشن. الميكانيكال فانكشن يعني ايه؟ يعني بيحمي لي الفيتال اورجان زي البرين اللي موجود في السكال، زي الهارت واللانج اللي موجود في الثوراسيك كيج. يبقى رقم واحد سبورت الفيتال اورجانز، رقم اثنين في البون مارو اليمنتس اللي بيكون لي البلاد، رقم ثلاثة بيعمل لي اتاشمنت للمصر عشان يبقى ماسكول سكيليتال سيستم. امال ايه بقى الميتابوليك فانكشن؟ الميتابوليك فانكشن هو بيشتغل كريزرفوار، مخزن لمين؟ للكالسيوم والفوسفورس اللي مهمين جدا في عمليات الميتابوليزم والانزيماتيك اكتيفيتي. طيب تعالوا نتكلم عن الاستراكشر اوف ذا بون. طب يا دكتور انت هتكلمني عن الاستراكشر اوف ذا بون ده كتش ولا كاورجن؟ يعني ايه كتش ولا كاورجن؟ ما هو البون زي المصل، في ممكن اوصفه كتيشو ممكن اوصفه كاورجان. يعني لما اقول مثلا الادكتور ماجنس دي ماسكولار تيشو ولا اتز اي ماسل؟ اتز اي ماسل يعني اورجان من سيستم اسمه ماسكولار سكيليتال سيستم. برضه لما اجي اقول فيمر، الفيمر ده تيشو ولا اورجان؟ لا طبعا اورجان. يبقى اذا ممكن اوصف البون كاورجان، ممكن اوصف البون كتيشو. لو كنت هوصف البون كاورجان يبقى هنشوف شكله ايه. ادي مثلا عضمايه بنسميها لونج بون. العضمايه دي زي ما احنا شايفين ليها ايه؟ ليها بروكسيمال ابيفيسس وديستال ابيفيسس، يبقى ليها اتنين ابيفيسس، واللي في النص ده هنسميه ديافيسس. احنا بنتكلم عن البون، خلي بالك. يبقى احنا بنتكلم عن اتنين ابيفيسس وواحد ديافيسس. ما بين الديافيسس وما بين الابيفيسس في مكان اسمه ميتافيسس. يبقى انا عندي ديافيسس ابيفيسس. في عندي هنا الارتيكولار كارتريج اللي بيحصلوش اوسيفيكيشن اطلاقا، وفي برضه تحت في الارتيكولار كارتريج، وفي هنا حاجه اسمها الابيفيزيال لاين، وبرضه موجود هنا الابيفيزيال لاين ما بين الابيفيسيس والميتافيسيس. طيب كويس، يبقى دي بتكلم عن البون هنا كاورجن. لكن لو اخدت البون ده وحطيته تحت الميكروسكوب هيتبين ليا ان هو ما هوش زي بعضه، علشان كده فيه different types of bone. لكن لما اجي اتكلم عن البون هتكلم عن اربع حاجات كتيشو، هتكلم عن البري اوستيام والاند اوستيام والبون ماتريكس والسيلز اوف ذا بون. والسيلز اوف ذا بون هيبقى ليها محاضره لوحدها. دي لو قلنا دي عباره عن حته من البون وليكن جزء من الفيمر، هنلاقي الفيمر ده البون سراوندد من بره بتو لايرز. اللير الاولانيه بتبقى سيلولار وبتبقى مليانه اوستيوبلاست، واللير اللي بعدها بتبقى فايبرس، والاثنين مع بعض بنسميهم بيري اوستيوم. يعني قبل البون سراوندنج البون يبقى ده بسميه ايه؟ بيري اوستيوم. لكن في لير ثانيه من جوه كده بسميها ايه؟ بسميها اندوستيوم. يبقى فين البون؟ ما بين البيري اوستيوم وما بين الاندوستيوم. ايه هو بقى البيري اوستيوم؟ ده البيري اوستيوم ده كفر كفر ايه بقى؟ البون. البون كاورجان ولا البون كتيشو؟ لا البون كتيشو. يبقى كفرز البون من بره، اسمه ايه؟ اسمه بيري اوستيوم. هذا البيري اوستيوم عباره عن تو ليرز.
اللير الاولانيه بسميها سيلولار لير، واللير الثانيه بسميها فايبرس لير. السيلولار لير دي عباره عن مجموعه من السيلز المتخصصه في تصنيع البول، سواء كانت اوستيوبروجينيتور سيل او اوستيوبلاست، واحيانا يبقى موجود الاوستيوبلاست. يبقى اذا الخلايا اللي بتصنع البون لما تحب تسكن نفسها، تسكن نفسها فين؟ في البريوستيم. ليه؟ لان انا ممكن احتاج الخلايا دي في اي وقت، خاصه لو حصل بون فراكشر، او انا لسه في مرحله الديفلوبمنت وعايز اطور البون بتاعي، فلازم يبقى عندي ريزيرف من السيلز اللي بتصنع البون. احطها فين؟ احطها في البريوستيم، يعني حوالين البون، وبرضه هحطها في الانديوسنز زي ما هنعرف بعد شويه. لكن في بره السيلولار لير دي فايبرس لير متصنعه من الكونكتيف تيشو بروبر. ما احنا مش ناسيين ان البون ما هو الا كونكتيف تيشو، يبقى نقدر نعتبر الاوتر فايبرس لير دي مرحله وسط ما بين الكونكتيف تيشو بروبر وما بين، او مرحله وسيطه ما بين الكونكتيف تيشو بروبر اللي حوالين البون من بره وما بين البون اتسيلف اللي هو اكشوالي عباره عن كونكتيف تيشو. يبقى دي لاير من الدنس كونكتيف تيشو. تعال كده نبص على الصوره دي. صح، عندي البريوستيم عباره عن تو لايرز، انر سيلولار واوتر لونجيتودينال. امال ده ايه؟ ده البون اتسيلف، يبقى ده بسميه البريوستيم. البريوستيم فيه كولاجين فايبر، ماشي، فيه فايبرس كونكتيف تيشو، ماشي. هذا الفايبرس كونكتيف تيشو بيسيب البريوستيم ويدخل جوه البون، الاقي الباسوي بتاعه جوه البون علشان يستمر في تصنيع البون. مش احنا بنقول ان البون عباره عن سيلز وفايبرز وجراوند سبستنس، اهي الفايبرز دي معظمها جاي منين؟ كونتينوس مع الفايبرز اللي موجوده في البريوست. يعني نقدر نقول ان البريوستيم والبون ما اقدرش اشدهم من بعض، ما اقدرش افصلهم بسهوله، لازم عن طريق نايف او عن طريق مشرط علشان افصل البريوستيم من البون بتاعه. ليه؟ لان الفايبرز متغلغله او متغلغله جوه التيشو اللي اسمه بون، يبقى ما اقدرش افصلهم عن بعض. الفايبرز دي بتدخل جوه البون، جوه البون اللي اسمه كومباكت بون، علشان تستمر مع الاوتر سيركمفرنشال والانترستيشال بول لاميلي اللي هنعرفهم بعد شويه. خلي بالك ان الفايبرز دي هي نفسها الفايبرز اللي جايه من التندونز والليجمنتس، يبقى الفايبرز اللي جايه من التندونز والليجمنتس هتمشي في البريوستيم وبعدين تسيب البريوستيم وتدخل في البول. علشان الانسان ديفلوبس مع بعضي، فبنقول ان هي فايبرز واحده، يعني هي تبدو وكانها فايبرز واحده جايه من التندونز داخله على البريوستيم وسايبه البريوستيم وداخله في البون. دي بسميها ايه؟ بسميها شاربس فايبر، وده اول اسم لاحد العلماء يقابلنا في البون. يبقى ده البريوستيم وطالع منه الفايبرز داخله على البون زي ما احنا شايفين، علشان اشدها بتبقى عمليه صعبه جدا. دي لو انا بشوف في الهيستولوجي تحت الميكروسكوب، ده البون اتسيلف وده البريوستيم اوتر فايبرس لير انر سيلولار لير. ايه الفانكشن بتاعت البريوستيم؟ زي ما احنا قلنا من شويه، بيعمل اتاشمنت، هو المكان اللي بيحصل فيه اتاشمنت سواء كان للتندونز او للليجمنتس. ادي تندون اهو سايب المصل او الكولاجين فايبر كوبوننت بتاع المصل اتجمع وتسمى تندون. هذا التندون هيستمر مع البريوستيم علشان يروح يستمر مع الفايبرز اللي بتصنع البوني تيشو، علشان نسميها احنا بس شاربس فايبر. بيعمل بلاد سبلاي، شيء طبيعي لان تيشو اتسيلف، البون اتسيلف، مفيش فيه بلاد سبلاي الا لو كانت ماشيه يا اما في البريوستيم يا اما في الاندوستيم يا اما داخل الشانلز او الكانالز اللي موجوده جواه. البريوستيم مسؤول عن حاجه اسمها ابوزيشنال جروث، والابوزيشنال جروث اتكلمنا عنه برضه في الكارتريج. نفس الابوزيشنال جروث لو عايز اكبر العظميه من بره اعمل ايه؟ اخلي الاوستيوبلاست اللي انا مخزنها في الانر سيلولار لير، هخلي الاوستيوبلاست دي تعمل ديبوزيشن لماتريكس جديده. لما تعمل ديبوزيشن لماتريكس جديده هي هتتحول الى اوستيوسايت، يبقى انا عندي بون لاميلا جديده. يبقى لو عايز اكبر البون بالعرض بسميه ابوزيشنال جروث، هقول للاوستيوبلاست لو سمحتي اعملي لي لير جديده من البون بسميها بون لاميلا. يبقى اذا لو عايز ابوزيشنال جروث يبقى اروح لمين؟
اروح للبريوستيوم. كمان لو اثناء الفراكشر او بعد الفراكشر عايز اعمل ريبير، مين يعمل لي ريبير؟ الاوستيوبرا اللي موجوده فين؟ في البريوستيوم. لو قلنا ان ده البريوستيوم الخط الابيض ده ودي العظميه، عايز اكبرها، شايف هيحصل ديبوزيشن من بره، ده بسميه ابوزيشنال جروث. يبقى البريوستيوم ده هيتنقل من هنا لهنا، يبقى دي بسميه ابوزيشنال جروث. الاندوستيوم، الاندوستيوم ده عباره عن فيري سين لير من الكونكتيف تيشو، بالظبط زي الاندوثيليوم. فيري سين لير من الكونكتيف تيشو معاها ابيثيليال سيلز بسميها لايننج سيلز. هذه اللايننج سيلز يا اما اوستيوبلاست يا اما اوستيوبروجينيتور سيل او اوستيوجينيك سيل. يبقى الاوستيوجينيك سيل والاوستيوبلاست مع الكونكتيف تيشو اللي مبطنه البون من جوه هسميها انا اندوستيوم. ومهمته ايه الاندوستيوم؟ طبعا هو لاين البون مارو كمان. يبقى الاندوستيوم ما بلاقوش الا ان كونتاكت مع البون مارو. يبقى اي بون مارو كافيتي متبطن من بره زي البلاد بيزل، زي البلاد، ما هو متبطن من بره بالاندوثيليوم. هنا البون مارو كافيتي متبطن من بره بايه؟ بالاندوستيوم. هذا الاندوستيوم. الاندوستيوم الاقي فيه ايه؟ الاقي فيه اوستيوجينيك سيل، اوستيوبلاست، واوستيوكلاست. ده في الاندوستيوم. في البريوستيوم زي ما احنا شايفين اوستيوريجينيتور سيل انديفرنشيت ميزنكيمال سيل اوستيوبلاست، وممكن الاقي شويه اوستيوكلاست. ده طبعا الاندوستيوم بيبقى لايننج البون من جوه من هنا كده. ده برضه الاندوستيوم لو انا عايز اشوفه هلاقي لايننج البون من جوه. ده البريوستيوم وده الاندوستيوم. البون ماتريكس، البون ماتريكس مع الفايبرز جراوند سبستنس، اسف، مع الفايبرز بيعمل لي حاجه اسمها البون ماتريكس. يبقى لما اتكلم عن البون ماتريكس بتكلم عن كل حاجه في البون فيما عدا السيلز. بسميها ايه؟ بسميها البون ماتريكس. البون ماتريكس حاجه من اتنين، اورجانيك او ان اورجانيك. الان اورجانيك بتمثل 65% والاورجانيك بتمثل 35% من وزن البون. يبقى لما اجيب حته بون ليفنج بون واوزنها هتطلع 100 جرام، 65 جرام منها ان اورجانيك، 35 جرام اورجانيك. ال 65 جرام الان اورجانيك معظمهم كالسيوم وفوسفورس سولتس. سولتس لمين؟ للبيكربونات والسيتريت. ممكن الاقي معاه، بلاقي معاه مغنيسيوم وصوديوم وبوتاسيوم. كل ده في الكومبوننت بتاع الان اورجانيك. طب الاورجانيك اللي هي بتمثل 35%، 90% من الاورجانيك ده عباره عن كولاجين، 10% عبارة عن جلايكوزامينو جلايكين زي الكوندروتين سلفيت والكيراتين سلفيت، أو بروتين زي الأستيوكالسين والأستيوبونتين. طبعا كل ده مين بيفرزه؟ بيفرزه الأستيوبلاست، وريرلي إن يفرزه الأستيوسايت زي ما هنتكلم بالتفصيل في المحاضرة اللي جاي. يبقى إذا دي اللي هي الماتريكس أوف زبون. ماتريكس أوف زبون عبارة عن حاجتين، جزء انورجانيك والجزء الثاني اورجانيك. 65% الاورجانيك بيمثل 65%، الاورجانيك بيمثل 35%، 90% من الاورجانيك عباره عن كولاجين فايبر تايب 1 واحيانا يكون معاه تايب 5، 10% عباره عن جلايكوزامينوجلايكين وبروتينز. الجلايكوزامينوجلايكين زي الكوندروتين سلفيت وزي الكيراتين سلفيت، البروتينز زي الاوستيوكالسين والاوستيوبونتين. مرة تانية علشان البي دي اف اللي هي معانا، يبقى البون ماتريكس وده اللي مسؤول عن الريجيليتي اوف ذا بون عبارة عن حاجتين. الحاجة الأولانية أورجانيك كومبوننت ونسميه أوستويد. خلي بالك من الكلمة علشان بيجينا في الامتحان كتير، خاصة في الام سي كيو في الديفينيشنز، في فرق بين الأوستيويد والأوستيون. الأوستويد ده عبارة عن ماتريكس اوف ذا بون اللي هي الأورجانيك كومبوننت، قلنا عبارة عن حاجتين، كولاجين فايبر بيمثل 90% والجراوند سبستنس واللي بتمثل 10%. يبقى وبتبقى ارانجد فيلاميل. يعني ارانجد فيلاميل يعني مش فايبر تمشي لوحدها كده، لا، بتبقى عاملة زي شيت، زي الورقة اللي في ايدك بالظبط. يبقى الورقة اللي في ايدك دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كولاجين فايبر مرصوصة جنب بعضها. جراوند سبستنس عبارة عن جلايكوزامينو جلايكين والبروتينز، وقلنا الجلايكوزامينو جلايكين زي الكوندريتين سلفيت وزي الكيراتين سلفين، لكن البروتين زي الاوستيوكالسين والاوستيوبونتي. الان اورجانيك كومبوننت اللي هي 65% من وزن البون ده عباره عن كالسيوم وفوسفورس بايكربونات ومعاه البوتاسيوم والمغنيسيوم. البون بيبقى هارد، وسبب الهاردنس ده هو الرياكشن ما بين الكالسيوم والفوسفورس وما بين الكولاجين فايبر.
لا ده يستغنى عن ده ولا ده يستغنى عن ده. كالسيوم والفوسفورس مع بعض بسميهم هيدروكسي ابيتايت كريستالز، ودي بتفرزها الاوستيوبلاستيك كوحدات. هذه الوحدات بيروح يحصل لها ديبوزيشن جوه الكولاجين فايبر في سايتس معينه موجوده فحر كده في الكولاجين فايبر مخصوص علشان اخزن فيها هذه الكريستال اللي بسميها الهيدروكسي ابيتايت كريستال. هو ده سر الهاردنس. علشان كده لو انا شلت الكريستالز دي عملت ديكالسيفيكيشن للبون هيحصل له ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى فليكسيبل، وده اللي بيحصل في الريكتس. يبقى سهل ان انا اتنين، يبقى رابري. يبقى لو شلت الكريستالز دي هيبقى رابري. طب ايه رايكم ان انا سبت الكريستالز وشلت الكولاجين فايبر، او عملت ويكنس في الكولاجين، او قللت الكولاجين فايبر، هيبقى البون بتاعي يبقى بريتابل، يعني سهل الكسر، يسموه زجاجي، يبقى فراكشرد ايزلي. يبقى في فرق ما بين ده وما بين ده. ده ما اشيل كالسيوم يبقى سهل للتاني، لما اشيل الفايبرز يبقى سهل الكسر. ده اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده، البري اوستيوم والاندو اوستيوم والبون ماتريكس. والمره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن السيلز اوف ذا بون. في الاخر بشكركم جدا جدا، ونتقابل ان شاء الله في محاضره جديده علشان نتكلم عن البون سيلز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.